Всем привет! Это Украина на вкус. أهلا بكم في المطبخ الأوكراني. سنحضر اليوم طبقا سهلا ودسما، وهو واحد من الأكلات الأكثر انتشارا في أوكرانيا لأنه يقدم في كل بيت. هو طبق من البطاطا المقلية، ومن منا لا يحبها؟ هناك شبه إجماع على عشقها من جميع الأعمار. فكيف إذا قليناها بالشحم الحيواني؟ أظنها ستكون وجبة هائلة. لتحضير هذا الطبق سنحتاج إلى البطاطا البيضاء والبطاطا الحمراء والبصل الأصفر والأبيض والزيت النباتي والشحم الحيواني. بالمناسبة يجب في هذه الوصفة تقشير البطاطا، من ثم نقطعها إلى أنصاف دوائر رقيقة بسمكة مليمتر تقريبا. والآن هناك سر صغير جدا، قبل قليها يجب أن ننقع البطاطا في الماء البارد، حيث سيزيل الماء البارد النشاء الزائد من البطاطا وسيمنعها من الالتصاق بالمقلاة. خلال نقع البطاطا في الماء سنحضر الإضافة اللذيذة، ولهذا نقطع البصل إلى شرائح نصف دائرية ونقطع الدهن إلى مكعبات. بالمناسبة إذا وجدتم شحما مدخنا ستحصلون على طبق ألذ بكثير. نضع الشحم أو اللية في المقلاة لكي نحصل على شفاركا، أي قطع الدهن التي ذاب شحمها بالكامل، حيث يتشكل هذا الدهن الذائب المدهش والضار للغاية والمتمتع بمذاق رائع. عندما ترون أن المقلاة امتلأت بالدهن الشافي زيدوا عليها البصل. نقل الدهن مع البصل. قليت؟ ممتاز. نرفع الآن هذه الخلطة العجيبة من المقلاة ونضعها في مكان دافئ. نضع الآن في المقلاة نفسها دفعة جديدة من اللية غير المقلية، ونكرر عملية قلي شفاركا مرة أخرى. وفي هذه المرة سنقلي في الدهن المذاب البطاطا حتى نضوجها تماما. متى تنضج البطاطا؟ عندما تكتسب هذا اللون الشهي الذهبي الذي لا يقاوم، وعندها لا ننسى إضافة الملح والبهارات. انتهينا. لقد قلت أن تحضير طبقنا سهل للغاية وبسيط، لكن دعونا نزين الطبق الذي تتماشى معه بشكل ممتاز بعض المخللات البيتية مثل الخيار والبصل. ستجدون أنفسكم في نيرفانا الطهي الأوكراني الحقيقي، ولكن إياكم أن تخبروا طبيب التغذية بذلك فقد يفقد صوابه. إذا أعجبتكم هذه الوصفة وجربتموها اكتبوا لنا على صفحاتنا في يوتيوب وفيسبوك. هذا كل شيء. واسماتشنوهو كما يقولون عندنا في أوكرانيا.